وسعيدة باستقبال وبحضنا الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدين. سعيدين مرحبا. اهلا وسهلا وصباح النور. مرحبا بك عز الدين سعيدين. البارح تدوينة للخبير الاقتصادي احمد كرم كانت عملت ضجة في الفيسبوك، عملت برشا بوز. التدوينة كانت في شكل جملة، الجملة بالضبط كتب أحمد كرم: هناك ضغط كبير جدا على مسيري المؤسسات المالية لتمويل الدولة. وكلنا نعرفوا بأنه أحمد كرم من الخبراء الاقتصاديين كما سيادتك سياز دين سعيدين اللي قراب من المؤسسات المالية الكبيرة، وانتم مستشارين في المؤسسات المالية الكبيرة هذية. صحيح اللي صاير، وكان نترجموا شو معناها الضغط هذية وين ماشي. شكرا. هو صحيح، ما كان تسمح لي نجاوبك بطريقة غير مباشرة. أيوة، أنا مذبية طريقة مباشرة. لا يعني تقول غير مباشرة مش نعطيك ما يحصل فعلا في تونس بيه. اللي خلى ربما سي أحمد كرم يعمل مثل هذه التدوينة اللي هي صحيح. كانش بديت لك قلت لك رأي صحيح. صحيح أي. بيه. فما زوز بيانات خرجوا أخيرا من مؤسسات محترمة جدا. واحدة منهم البنك الدولي، والأخرى مؤسسة التصنيف الائتماني موديز في مخص تونس. البنك الدولي شقول يقول راه في أحسن الحالات تونس ما ترجع إلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي متاعها متاع 2019 إلا في 2024، خمسة سنوات مهدورة بعد 10 سنوات مهدورة سبقتها. ما عادش عندنا تنمية في تونس، والاقتصاد التونسي أصبح عاجز عن القيام بدوره الأساسي اللي هو خلق النمو والتنمية، خلق مواطن الشغل وخلق الثروة. لا عاد يخلق لهذا ولا هذا ولا هذا، بل بالعكس نحن الآن ندمر مواطن الشغل وندمر الثروة في تونس. يقول أيضا البنك الدولي أن راهي الأزمة الاقتصادية والمالية راهو فما إمكانية أنها تتحول إلى أزمة اجتماعية، وأصعب الأزمات في العالم هي الأزمات الاجتماعية لأنك ما تنجمش تتحكم فيها، ويعني نتائج متاعها تكون خطيرة جدا. يقول أيضا أنه راهو هناك استحالة، هذه الكلمة المستعملة في التقرير، استحالة تعبئة موارد مالية من الخارج. استحالة. هذه ما تقالتش قبل. هذه تقالت الآن. علاش يقول لك هكا؟ لأنه نرجع القانون المالية متاع 2022، وحتى الوثيقة اللي تم تسريبها لربما مشروع برنامج سيتم تقديمه لصندوق النقد الدولي، الكل مبنيين على فرضية واحدة، وهي أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موفى مارس 2022. والكل يعلم أنه باش توصل إلى اتفاق خاصة في ظروف تونس الآن يلزم على الأقل 4 إلى 5 أشهر، فهذه الفرضية أصبحت مستحيلة الآن. وبدون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تونس ليس لها أي إمكانية في اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو حتى على المستوى الثنائي. الآن هناك العديد من البلدان اللي هي معناها صديقة لتونس وتتعامل معها تونس أصبحت يعني تشرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن تتفاهم معنا، منهم أوروبا على فكرة، منهم الولايات المتحدة الأمريكية، منهم بلدان الخليج اللي في وقت من الأوقات قلنا حتى بلدان الخليج. نعم. قلنا فما موارد الخليج اليوم شرطين التوصل لاتفاق مع صندوق النقد. أما شرطين ولا تشرط عليهم؟ فشرطوهم، خليها مفتوحة. أما شرطين ولا تشرط عليهم، ولكن اللي يهمنا احنا شرطت عليهم. متحبش تقول لنا يعني الناس كل تعرف يعني وتقول أيضا هذا التقرير خلينا نكمل هذه سينجي كانت تسمح لي على النقطة هذه. الولايات المتحدة الأمريكية هو لو فم اللي ما يتقالش وربما أنه فما فيتو أمريكي على تونس، فما فيتو لي معناها منع البلدان الخليج وأساسا بعض البلدان اللي متعودة أنها تعاون يعني بلدان أخرى أنها تمول تونس. موجود منه هذا سي عز الدين؟ نعم. فما فيتو نعم. أمريكي على تونس؟ هذا ما يشاع، وهذا ما موجود في بعض وسائل الإعلام العالمية، الجرائد العالمية موجود مثل هذا الكلام. ويقول هذا التقرير وهذه مهمة جدا وتجاوب مباشرة على سؤالك، ويقول أن لم يفت المؤسسة المالية البنك الدولي أن تشير إلى اللجوء المتنامي إلى خلق كتلة نقدية. هذا معناه البلانشابيه، هذا معناه طبع الأوراق النقدية. تونس تطبع الأوراق النقدية وتستعمل هذه الآلية الخطيرة جدا منذ ديسمبر 2020 لحد الآن. كيفاش يتم هذا؟ يتم بلجوء
وزارة المالية إلى الاقتراض من البنوك التونسية، والاقتراض أصبح قصير المدى إلى حد بعيد على 13 أسبوع أو 26 أسبوع فقط، والبنك المركزي يعيد شراء تلك الرقعة في نفس اليوم. السؤال منين البنك المركزي يجيب في تلك السيولة باش يشري؟ ما عنده حتى مصدر إلا البلاشا بيه، طبع الأوراق النقدية، وبربي نكررها ممكن للمرة المئة، راهو مناش نحكيه على الطبع مادي يعني مطبعة وأوراق وحبار، لا، هو إصدار العملة من طرف البنك المركزي دون مقابل بتاع نشاط اقتصادي، وهذا يزيد في الكتلة النقدية الموجودة والتضخم المالي والهبوط في قيمة الدينار والاختلال في كل التوازنات الاقتصادية والمالية في البلاد. هذا موجود منذ السابق. هذاك علاش شفنا بعض المؤسسات مثلا تتحدث في بلاغات حتى الداخلية، مؤسسات البرة، يقولوا ماذا بينا يفسرونا اليوم تونس، تفسر منين تجيب في الكتل هذه للمحافظة على ترقيمها السيادي. طبعا يعني فما النوع متاع هكا، ردوا بالكم، هاو شكل التساؤل هذاك وهو مهم جدا. أي، ولكن حتى اللي قلت لك عليه الآن، هذي البنوك أصبحت خايفة منه. علاش؟ لأنه في محفظة القروض متاع البنوك الوزن متاع القروض للدولة أصبح كبير ياسر، ثقيل، أصبح ثقيل جدا، أصبح يهدد توازنات البنوك التونسية. توازنات البنوك اليوم مهددة بسبب القروض للدولة. اليوم فتنا 20% من محفظة القروض في البنوك التونسية هي قروض للدولة التونسية، وهذا غير معقول وغير منطقي وغير مقبول. وأتساءل النسبة العادية قديش؟ خاطر النسبة العادية صفر. صفر. المفروض الدولة، المفروض بنوك لا تمول عجز ميزانية الدولة، مش دورها. خلطنا العشرين في دورها أنها تمول الاقتصاد التونسي. وسؤالي لهنا، كيفاش البنك المركزي يقبل مثل هذا الوضع ويخلي البنوك التونسية تتورط بهذا الشكل في توازناتها العامة التي تصبح مهددة؟ لا، كلمة قلتها مهمة، تحمل في المسؤولية البنك المركزي. نعم، بكل وضوح. ولكن البنك المركزي وضوح. ما عمره ما قال أني أنا بصدد طبع الأوراق النقدية. احنا في ما يسمى بسياسة الإنكار سي خليفة، لديني توتال، نعمله في أشياء وننكر أننا نعملها. اللي نأكده لك حسب الأرقام أنه البنك المركزي لجأ إلى هذه الآلية طبع الأوراق منذ ديسمبر 2020، كانت أول عملية ب 2.8 مليار دينار، وتكررت في 23 جويلية 2021 وفي 5 أوت 2021 وفي الشهر متاع جويلية أوت وسبتمبر وشهرية متاع جانفي، واللي تم طبعه إلى حد الآن يساوي تقريبا 8 مليار دينار. 8. أش تقول موديز؟ وهذا التقرير الثاني المهم جدا. موديز قالت لك يا سيدي الكريم، احنا مش فاهمين ميزانيتكم، رانا بصدد مراجعة الترقيم السيادي متاع تونس، اما مش فاهمين ميزانيتكم. شو معناه؟ معناه انت حاط في الميزانية بتجيب 12.7 مليار دينار قروض من الخارج، وبتجيب 7.5 مليار دينار قروض من الداخل. نعرفوا احنا قدرة البنوك التونسية ما تفوقش 2 مليار دينار في السنة، محطوط 7.5. قد تقول لي مش بجيبه، ونعرفه الآن ما عندناش اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك حاطين 12.7 مليار دينار قروض من الخارج. قد تقولوا لنا منين باش تجيبوها؟ باش نعرفوا كيش نرقموكم. وهذاك علاش هذا اللجوء المشط الآن إلى البنوك التونسية، والبنوك التونسية ليس لديها السيولة. الضغط مين يصير من البنك المركزي؟ الضغط يصير على ضغط على المؤسسات المالية. ماذا بينا نفهم شكون اللي يضغط؟ يصير من زوز اتجاهات، اللي هو البنك المركزي أو وزارة المالية. ما تنساش وزارة المالية هي المشرفة على البنوك العمومية، لأن هي اللي تمثل الدولة كمساهم أساسي، والبنك المركزي هو المشرف على كل البنوك التونسية. وإن عدمت الحلول الآن، قلك اقبل من فضلك، ما عندناش حل آخر. نيجي الكتلة النقدية هذه يا سي عز الدين، يعني وعملية الضخ المتواصل طبعا الفلوس، تعرف بالبلان شابيي. لا خلي التونسي يفهموا، طبعا الفلوس مش طبعا مادي، راهو نسمع في حتى في السياسيين يتكلموا على اوراق وشفنا الارقام. لا مش هذا هو ضخ سيوله، لان الدوله ما تخلصش الموظفين تاعها بالاوراق النقديه، ولا الدوله ما تخلصش المزودين تاعها بالاوراق النقديه، تخلصهم بالتحويلات، تحويلات المالية الفيرمو بانكير بالضبط. والبنك المركزي يعني يصب فلوس في حساب ميزانيه الدوله عنده دون مقابل اقتصادي. هذا الكل وين ينجم يهزنا سي عز الدين؟ يعني للمره تقريبا الثانيه ولا الثالثه ثم معطيات قاعده تروج في الكواليس، معطيات خطيره برشا، انه الدوله يعني عاجزه على
خلاص الموظفين في المواعيد المعتادة. مثلا الشهر هذا بعض الوزارات اللي كانوا يخلصوا نهار 17 و18 في الشهر، اليوم أساسا وزارة الدفاع مثلا وزارة الداخلية خلصوا نهار 24، ثم بعض وزارات ما زالت التأخير هذا، فما خوف يعني حقيقي عدد واسع أنه ربما في الشهر القادم ولا في الأشهر القادمة إذا تواصلت العزلة الدبلوماسية والمالية لتونس يعني وين نجموا نوصلوا؟ اللي نأكده لك سيناجي أنه الشهر باش تخلص، وباش تخلص كل شهر ديما باش تخلص كل شهر بشوية تأخير بشوية كذا، ما باش تخلص كل شهر. ولكن سؤالي كيفاش باش تخلص وباش باش تخلص وشني قيمة الدينار اللي باش تخلص به؟ تاخذ شهريتك كما قلتش تعمل بها بعد. وسؤالي الأهم من هذا، إذا كان أنت كدولة تونسية تتحكم في الدينار وتطبع يا سيدي الدينار، تطبع أنت الدولار واللورو اللي بتخلص به ديونك، تطبع الدولار واللورو اللي بتجيب به القمح والغذاء وبتجيب به الدواء وبتجيب به المحروقات. كل كان دي احتياطي عملة ما وصلتوش قبل. عندنا احتياطي عملة بالضبط اليوم 132 يوم توريد سخليفة، منهم وقت تقرا الميزانيه التسديد. ما خلطنا قبل 90 ولا 80. نعم وصلنا حتى ال 64. منين الاحتياطي هذا؟ منين؟ كله قروض. كله قروض، كله فلوس الناس. معليش. وتحويلات التوانسه ايضا. معليش هو موجود. لكن راه منه عندك تقريبا 38 يوم توريد لتسديد مستحقات الدين الاجنبي فقط. 132 نحي منها 38 يوم، انت وصلت لل 90 اللي هو الخط الاحمر لتغطيه توريد الغذاء والدواء الحل والمحروقات. الحل سيعزيز. الحل ليس في اللهث وراء القروض أو في هذه الحلول الخطيرة جدا جدا، الحل في عملية إصلاح شامل. وهذا شو تقول المؤسسات الدولية؟ قول لك راهو كان مش تدخل، كان مكنش تدخل، مستحيل كان مكنش تدخل في عملية إصلاح شامل. راهو الأزمة متاعكم ستتحول إلى أزمة اجتماعية، وقتها الله أعلم شنو باش تكون العواقب متاعها. اللي عملناه إلى حد الآن حتى في أعداد الميزانية كل عام، نحط النفقات اللي لا مفر منها حطوها في واد وقولوا يا سيدي هاد ندبر كيف نغطيها. كل عام نفس الشيء، التقرير كل عام نفس الشيء. الدولي سي عزدين، ثم حاجة أخرى بما لا تقل خطورة على هذا، يعني بعث تنبيه يعني واضح إلى الحكومة التونسية بضرورة التعجيل بتقديم الإصلاحات. نعم. احنا نعرف وانت هذا أكدتك النهار أنه يعني ما عادش عنا برشا وقت. ما عادش عنا وقت، مش ما عادش عنا برشا وقت سيناجي. وتأخرنا كثير. ولا إلى حد الآن وثيقة الإصلاح غير مصادقة عليها، ما يعني لم تحظى بموافقة لا اتحاد الشغل ولا اتحاد الصناعة والتجارة، خاصة اتحاد الشغل عنده برشا تحفظ على برشا نقاط. إيه اسكو ثم إمكانية أنه ما نخلتوش أو نجموا نخلتوا على الأقل باش ناخذوا هالقرض هذا من صندوق النقد الدولي؟ وهل وثيقة نجموا نبعثوها في الأجال متاحة بربي؟ أجال فاتت. فاتت لجل. أجال فاتت. أنا قلت لك يعني الفرضية هي أنه نوصل الاتفاق قبل 31 مارس 2022، وأنه يلزمنا ما بين 4 إلى 5 أشهر لإنهاء المحادثات ثم المفاوضات. فالأجل فات وفات بكثير. خلينا نجاوبك سي ناجح. إحنا اليوم في 27 جانفي، وهو تاريخ المصادقة على الدستور التونسي منذ دستور الجمهورية الثانية 2014. دستور الجمهورية الثانية فيه 13,000 كلمة. كلمة اقتصاد لم ترد إلا في فصل واحد يعني ثانوي، كلمة واحدة حتى كلمة على الاقتصاد في دستورنا اللي وصلنا إلى هذا المأزق الخطير جدا. وهو اللي وصلنا، لأن هو اللي وصلنا لعدم الاستقرار الحكومي، هو اللي وصلنا لأشياء خطيرة، هو اللي ينص مثلا على الحق في العمل. كيفاش فهمناه الحق في عمل؟ أنت دب في الوظيفة العمومية. أيوة هذا هو. أنت دب في الوظيفة العمومية ودمر بذلك المالية العمومية بأكملها، وبالتالي دمر الاقتصاد نتاعك. جي تشوف الميزانية متاع 22 ما فيهاش ولا كلمة واحدة، كلمة واحدة للإصلاح الاقتصادي أو الانتعاش الاقتصادي أو الإنقاذ الاقتصادي. جي تشوف حتى الوثيقة المسربة اللي المفروض تتبعث إلى صندوق النقد الدولي ما فيهاش ولا كلمة واحدة على الاقتصاد. ماناش واعيين يا سخريفة، وماناش عارفين ايش قاعد يصير لنا. وأنا نحب نتوجه للتوانسة نقول شنو ما زلتوا تحبوا يصير في تونس باش نفيقوا على أنفسنا ونقولوا لابد من إنقاذ بلادنا؟ شنو ما زال يصير آخر؟ مازالت فما ناس تتكلم الى حد الناس هذا يقول لك فلان متشائم وفلان بيه وفلان عليه وفلان كذا، وتونس لبس عليها. لبس عليها منين يا حبيبي؟ منين لبس عليها؟
من بين التداعيات اللي اختيرها سي عز الدين انه توا هاللجوء المفرط للدوله معناها للاقتراض الداخلي من البنوك، انه الدوله تحولت الى منافس كبير وشرس للمستثمرين. للمستثمرين السؤال الاخير خلي يجاوبك عليه، مازالت قادر البنوك على الايفاء على قلب الدوله لم تتحول الى منافس كبير، الدوله تحولت الى مقص كبير، اقصات فعلا المؤسسة الاقتصادية من الوصول إلى التمويل. شوف أنت نسبة نمو التمويلات اللي تقدمها البنوك التونسية للمؤسسات أقل من نسبة التضخم المالي، فالنمو الحقيقي هو نمو سلبي اليوم، لأن الدولة قاعدة تأخذ في كل السيولة المتوفرة، والبنوك استحلاوها في اللول وعجبتهم، وسلف للدولة ما عندكش مخاطر، وسلف للدولة عندك نسبة ربح محترمة، وسلف للدولة ما عندكش كلفة تسيير، والآن أصبح فخ الآن، وحصلة البنوك التونسية في فخ الإقراض المشط للدولة التونسية اليوم.